إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا نظير ولا شبيه له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله على سيدنا محمد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وصل على الحبيب محمد في الآخرين وصل على الحبيب محمد في كل وقت وحين. اللهم اشرح صدورنا وأذهب همومنا وأزح عنا قمومنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا ولا تخيب فيك رجاءنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيء أعمالنا. اللهم اهد لنا قلوبنا واهد لنا أبناءنا واهد لنا أزواجنا واهد لنا أعمالنا وحسن أخلاقنا وأحسن خاتمتنا وتول جميع أمورنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك يا ربنا. وصل اللهم على الحبيب المصطفى وعلى النبي المجتبى صلاة تدوم إلى يوم اللقاء يا رب الأرض ويا رب السماء. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، فهذا بحول الله تعالى وطوله لقاء من لقاءات الشهر الكريم، الشهر المبارك، شهر رمضان، ومع درس الصبر. رمضان هو شهر الصبر، ورمضان كما يعلمنا أن نراقب الله في كل كلمة نقولها وفي كل حركة نتحركها، كذلك رمضان يعلمنا الصبر. لكن ما فائدة الصبر؟ أنت محتاج ليه الصبر؟ ده سؤال يعني الإنسان لازم يتعرف على إجابته قبل أن ندخل إلى أساس لقاء اليوم. أو هل نحن في حاجة إلى الصبر؟ تعالى نضر الله وجهك، اسمع عن الله كلمة، ثم اسمع عن رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة ثانية، لتعرف ليه أنا جئت بذلك اللقاء في هذا اليوم المبارك. ربنا سبحانه وتعالى يبين في أكثر من موضع من القرآن الكريم أن الإنسان خلق ليبتلى، بل بين ربنا سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا بما فيها ما خلقت إلا للبلاء، كما قال تعالى في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم
أيهم أحسن عملا. وقال تعالى في أول سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم، بلام التأكيد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. خذ هذه النصوص كلها بحجمها، بقدرها، بمدى مصداقيتها من ربها، وضحك حقيقة أولى للقاء اليوم، إن ما ينفعش حياة من غير بلاء، وما ينفعش بلاء من غير ما يكون في صبر. طب أنت هتبتلى إزاي؟ سواء أنت وزير أو غفير، غني أو فقير، عالم أو جاهل، رجل أو امرأة، في أدنى البلاد أو في أقصاها، إزاي حضرتك هتبتلى وإنت ما عندكش رصيد من الصبر يواجه هذا البلاء؟ يبقى احنا محتاجين الصبر عشان أساس الحياة مبني على البلاء. دي كلمة ربنا بقى. الكلمة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة قوي في فقه الواقع وبيان حقيقة العصر، الأيام اللي احنا بنعيشها الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم، بيقول للصحابة على الأيام اللي احنا الآن بنعيشها بعد الصحابة، يقول للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر. اسمعها مرة تانية: إن من ورائكم، يعني بعدكم، يعني يأتي بعدكم أيام، اسمها، صفتها، ملامحها، سماتها أيام الصبر، يعني من كثرة البلاءات فيها، من كثرة الأوجاع فيها، من كثرة المشكلات فيها، من كثرة الغلاء فيها، هيطلق عليها أيام الصبر. أنا عايزك تفتح قلبك وانت صائم، أنا عايزك تفتح روحك وانت صائم وتفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. وبعدين يا رسول الله، الصبر فيها قبض على الجمر، الصبر في هذه الأيام بمثابة إن واحد جبنا جمر وقلنا له إيه؟ امسك وكلبش عليه، اقبض على الجمر. الصبر فيها قبض على الجمر، أجر الواحد فيهم عندئذ كأجر 50. يبقى ده السبب الثاني اللي من أجله إحنا محتاجين الصبر. يبقى السبب الأولاني إيه؟ إن الدنيا كلها إيه؟ مبنية على البلاء، فبلاء تواجهه إزاي من غير صبر؟ فلازم من الصبر. ثاني، إنك تعيش أنت اليوم في أيام اسمها أيام الصبر، من الشبهات والشهوات والفتن والبلاءات والقلاقل. يا أخي الابن صار يجاهر بعقوق الآباء والأمهات، يا أخي الجار صار يجاهر بأزية جاره، يا أخي الغني صار يجاهر بعدم إخراج زكاة ماله، يا رجل الفقير صار يجاهر بتسوله. تضاربات في الموازين وفي القيم، تضاربات في الأصول وفي القواعد التي من الله الخلق عليها. فأيام الصبر كلها بلاء، فأنت تحتاج إلى الصبر في هذه الأيام. يبقى عشان الدنيا مبنية على البلاء وعشان هذه الأيام هي أيام الصبر، نحن نحتاج إلى الصبر كزاد. علشان كده جئت اليوم بهذا اللقاء اللي هو بيتكلم عن الصبر. وأنا جبت ذلك اللقاء في رمضان ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في روايتين صحيحتين قال في الرواية الأولى: صيام شهر الصبر وصيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. يعني لو صمت شهر رمضان اللي هو اسمه شهر الايه؟ الصبر، وصمت من كل شهر غير شهر رمضان 3 أيام، اليوم في كل شهر ب10 أيام، يبقى كأنك صمت كل الشهور غير رمضان مع رمضان، كده كتب لك عند الله كأنك صمت السنة كلها. وفي رواية ثانية يبين النبي عليه الصلاة والسلام إن شهر رمضان ده هو شهر الصبر، فقال عليه الصلاة والسلام: الصبر نصف الإيمان، والصيام نصف الصبر، الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر. انت بتتعلم الصبر وانت صايم.
ندخل بقى لأساس موضوعنا النهاردة. إيه هو الصبر؟ قال لك الصبر حبس النفس. بتجيب قفل كده وتروح قافل وتغلق على نفسك كده، تحبس نفسك في ثلاث مواطن. حبس النفس على طاعة الله. حبس النفس على ايه؟ طاعة الله. نفسك مش عايزة تصلي التراويح، فانت بتقولها لا قومي وبتشدها. شوف شوف شفت الصراع. وزيك تعرف بعد شوية ليه منزلة الصبر أعظم المنازل عند الله، وليه أجر الصابرين لا يعطيه إلا الله. علشان الصبر صراع مع النفس، جهاد مع النفس، حبس للنفس. شوف أنت مع نفسك بقى، قومي هتصلي التراويح لله. طيب بعد الأربع ركعات الأولانية من التراويح كفاية كده. تلاقي بعد التراويح وبعد الدرس تلاقي إيه؟ تلت المسجد طلع. وبعدين قال لك ما هو حبس النفس على الطاعة، إن هي تطيع ربنا. ده في ناس ما جاتش أساسا تصلي العشاء في رمضان في المسجد. ده في ناس ما بتصليش طول الأسبوع في رمضان إلا الجمعة. ده ما حبسش نفسه، ده ما اشتراش أقفال لنفسه، ده ما عندوش صبر على الطاعة. يبقى الصبر على الطاعة إنك تحبس نفسك وتلزمها بطاعة الله. ليه يا جماعة تلزمها بطاعة الله؟ هي ما بتحبش طاعة الله؟ لا هي مش مسألة ما بتحبش طاعة الله، إنما هي تحب الراحة، والطاعة فيها شيء من التعب والجهد، فهي بتحب الراحة وانت بتزقها وبتدفعها الى الطاعة اللي فيها جهد، وهي ما بتحبش الجهد والمشق. فده الصبر على الطاعة، انك تشدها للطاعة، هو ده الصبر عليه. رجلك تعباك، رجلك تعباك وانت واقف للتراويح ومع ذلك بتصبر، هو ده الصبر على الطاعة. الفقير محتاج وانت يعني مظبط نفسك انك انت تطلع زكاة المال، بس مش تطلع صدقات تانية، زكاة المال 1000 2000 3 4 5 زي ما ربنا اعطاك، فبطلع في رمضان زكاة المال بس، انما الصدقات التانية ما فيش. فانت وزعت مثلا على 50 60 100 الى ما غير ذلك، فخلص زكاة المال، بقي 2 3 4، فربنا اختبرك في الحتة دي بقى. فالصبر على الطاعة، انت مش عامل حسابك، لكن ربنا يقول لك تديهم ولا مش هتديهم، هو ده الصبر على الطاعة، طاعة الانفاق رغم انك مش معاك، هو ده الصبر، يعني انك تجاهد نفسك وتصبر وتطلع. وهكذا في كل الطاعات بقى، مجهد وعايز تنام وانت تعلم يقينا ان اعظم قراءة للقرآن في السنة كلها في ليالي رمضان، فرحت جاي والله انا هصبر على الطاعة وهفتح المصحف وهقرأ ولو نصف جزء، علشان تبقى العادة مستمرة كل ليلة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ده اسمه صبر على الايه؟ صبر على الطاعة. طب النوع الثاني من الصبر، صبر عن المعصية، عن المعصية. خلي بالك، زي ما النفس بتجري من الطاعة مش عايزة تطيع لأنها الطاعة فيها جهد وفيها مشقة، بتجري منها وانت بتمسكها وتقولها لا روحي للطاعة، كذلك النفس بتحب الشهوات. ليه؟ لأن الشيطان بيزقها على الشهوات والمعاصي. النفس الضعيفة بيزقها على الشهوات والمعاصي. شهوات والمعاصي معظمها فيها لذات، والنفس بتستريح أوي في اللذات فبتميل للشهوات والمعاصي، فانت بتصبر عند المعاصي وتبعد نفسك عن المعاصي. ده اسمه صبر عن المعاصي، صبر عن معصية الله. في غير رمضان كنت بتروح مش عارف تضيع وقتك على القهوة كل يوم 2 3 ساعات، جيت في رمضان امسك نفسك اصبر بقى، لا مش رايح، فما بقتش تروح. ده اسمه صبر عن المعاصي. مسكت لسانك بعد ما كنت بتتكلم في سيرة الناس في غير رمضان، جه رمضان علمك الصبر. صبر على ايه؟ صبر انك انت ما تجيبش سيرة حد، ما تتكلمش عن حد، اسمه صبر عن المعاصي. لما كنت بتنزل الجامعة او المدرسة او الشغل او ما ذلك ومعاك فتيات ومعاك بنات، فكل شوية يعني عينك تروح نازلة كده وصل لرجل واحد، جيت في رمضان ما ينفعش ما ينفعش، لازم تكون مؤدب بقى، اسمه صبر بقى. فبدأت تلجم نفسك وتصبر عن معصية الله وتبعد نفسك عن معصية. ده نوع تاني من انواع الصبر. طب النوع الثالث، انك صبر على البلاء الذي ينزل، وانت ماشي رجليك اتجزعت، وانت طالع مش عارف وقع عليك حاجه، وهي بتطبخ الزيت تيجي على ايديها، الولد راح للطبيب والطبيب قال انا عايز اشعه كذا واشعه كذا واشعه كذا، والولد سخن طول الليل، مصائب بلاءات، هي دي الدنيا، هذه حقيقه الدنيا. الصبر عليها انك انت تقول الحمد لله، الصبر عليها الا تجزع عندها. ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول ذكر الله تعالى ثلاثة انواع في القرآن الكريم، الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. اما الصبر الجميل فلا شكوى معه لغير الله،
وأما الصفح الجميل فلا عتاب معه، وأما الهجر الجميل فلا أذى معه. الله أكبر. يبقى الصبر الجميل هو إيه؟ لا شكوى معه لغير مين؟ لغير ده. مش الواد تعبان بقى كل ما تقابل واحد، ده الواد مريض، ده الواد إشعاعات، ده الواد كذا، ده الواد كذا، ده الواد كذا، انت عملت عملية كل ما تقابل واحد جنبي بطني ضلع راسي. فين الصبر؟ فين رمضان؟ فين قيمة ان رمضان كل يوم من 12 ل 13 ل 14 ساعة على مدار 30 يوم او شهر كامل بيعلمك الصبر، واسمه شهر الصبر. عرفتوا ليه يا جماعة نحن نتحدث اليوم في رمضان عن درس من دروس رمضان ألا وهو الصبر؟ لذلك لما تأتي النوع الأولاني الصبر على طاعة الله، ربنا يقول لك أصبر على طاعتي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويجيب لك مثل كده يقول لك كان صلى الله عليه وسلم يصلي في جوف الليل حتى تتورم قدماه. ده صبر عليه، لا إله إلا الله. طب والصبر عن المعصية؟ يجيب لك مثل من الأمثلة الرائعة في يوسف عليه السلام مثلا، يقول لك أدي نموذج للصبر عن المعصية. شاب في كامل رجولته وامرأة العزيز معه في قمة جمالها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهو غريب وهي الطالبة، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ده صبر عن إيه؟ صبر عن المعصية. يا من ترتجي كفاية، تعلم الصبر من رمضان، كفاية تمد إيديك. يا من تنظر للحرام، اتعلم الصبر من رمضان، كفاية توقف عن المعصية واصبر عن المعصية في رمضان عشان تتدرب عشان بعد رمضان. طيب النوع الثالث من الصبر، الصبر على البلاء. يدينا ربنا مثل من أروع الأمثلة في الصبر على البلاء، سيدنا أيوب. قال صلى الله عليه وسلم مرض أيوب 17 سنة. 17 سنة طريح الفراش، وفقد أولاده كلهم، وفقد ماله كله، وذهب عنه كل من حوله إلا زوجته وصاحبين له كانا يعودانه في مرضه. كل حاجة ضاعت، ومع ذلك كان صابرا وكان شاكرا، فكان جزاء الصبر أن نجاه الله من مرضه، وكمان أعطاه أفضل من عياله اللي أخذه منه، وأفضل من ماله اللي أخذه منه. وده جزاء الصابرين. وذلك لما تيجي لجزاء الصابرين تلاقي ربنا ذكره 5 مرات في القرآن الكريم. تعد معايا جزاء الصابرين 5 مرات في القرآن الكريم. 1 قال تعالى إن الله مع الصابرين. أحد العلماء بيقول كلمة جميلة أوي، والذهب الصابرون بعز الدنيا والآخرة يكفي أن الله قال فيهم إن الله معك. يا أخي يا أخي، ده أنا لو المحفظة بتاعتي هي راحت فين؟ حد خدها ولا إيه؟ المحفظة بتاعتي لما بيكون فيها كرت لواحد مسنود في البلد شوية، واحد مثلا مستشار، ولا واحد مثلا في مجلس الدولة، ولا غير ذلك، بابا يعني حاسس بشيء من الأمان كده. كارت حتة ورقة لحتة عبد، ممكن أتزنق فطلع الكارت قدام لجنة ولا حاجة، وقبل الكارت ما يطلع يجيني تليفون البقاء لله صاحب الكارت مات. صح؟ تحصل ولا مش تحصل؟ سبحان الله العظيم. انما ضربك بقول لك ايه، انا مش هبعت لك كارت مني، مش هبعت لك كارت مني، ولا اديك عنواني تجيني لما تتزنق، ولا اديك رقم تليفوني ترن عليا لما تنتغط. لا، ده انا بمعيتي وحفظي معك يا عبدي ان كنت من الصابر. شفت الجزاء. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الله يعطي الاجر على قدر المشقه. فأنا قلت لحضرتك في بداية اللقاء الصبر جهاد مع النفس، اسمه حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس عن معصية الله، حبس النفس عند بلاء الله. يبقى أول لقطة في عطاء الليل للصابرين
إن الله مع الصابرين. اللقطة الثانية قال تعالى إن الله يحب الصابرين. وشفت كلمة يحب، مش إن الله أحب بالماضي أو سيحب في المستقبل، إلا إن الله إيه؟ يحب المضارع. لما يأتي المضارع في اللغة العربية بيعلمنا الفعل يدل على الاستمرار والتجديد. يعني إيه؟ يعني لا ينقطع حب الله لك أبدا طالما أن صبرك لم ينقطع. أدي اثنين ثلاثة. قال تعالى وبشر الصابرين، وجاءت بشر بيقول لك بصفة الايه؟ مش بصفة المعرفة، لا بصفة التنكير. وقال لك النكرة تفيد الايه؟ العموم. بشرهم بايه؟ قال لك بشرهم بكل خير يخطر على بالك. ادي ثلاثة. اربعة قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب. اللقطة الخامسة قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يحصل لهم إيه بقى؟ العطاء الخامس أولئك عليهم عليهم. أنت شايف حضرتك الجلابية اللي أنا لابسها دي؟ علي علي يعني إيه؟ كستني. كستني يعني إيه؟ غطتني. غطتني يعني إيه؟ يعني كلي. يعني إيه؟ يعني عليهم. يعني إيه؟ ينزل عليهم يغطيهم. أولئك عليهم صلوات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شهر الصبر يعلمنا الصبر على طاعة الله، يعلمنا الصبر عن معصية الله، يعلمنا الصبر عند بلاء الله. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. اللهم اجعلنا من الصابرين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه التابعين بإحسان إلى يوم الدين. دروس رمضان لازم تكون فعالة في القلب، تغرس في نفسك إنك تعيش في الحياة عيشة صح، لأنك في لحظة أقل من لحظة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. في لحظة ممكن تتخطف من دار الفناء إلى دار البقاء. أنت جالس معنا الآن ربما لا يأتي صلاة العصر إلا وتكون نائم في قبرك. الكلام ده مش خيال، لازم نستيقظ لهذه الحقيقة. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ولما رمضان يأتي والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه بعدا، محروم محروم اللي أدرك رمضان ولم يغفر له، اللي أدرك رمضان ولم يتعلم مراقبة الله، اللي أدرك رمضان ولم يتعلم الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على البلاء، ده محروم، ده إنسان محروم. فتح 20 يوم من رمضان، قرابة 20 يوم من رمضان، وبقي 10 أيام في رمضان. أنا عايز أسأل نفسي الأول وأسأل حضرتك وبصدق ومن القلب، 20 يوم اللي فاتوا غيروك؟ 20 يوم اللي فاتوا نظفوك؟ 20 يوم اللي فاتوا طهروك؟ 20 يوم اللي فاتوا زكوك؟ 20 يوم اللي فاتوا رقوك؟ 20 يوم اللي فاتوا صلحوك؟ 20 يوم اللي فاتوا شحنوك، نوروك، خدوا بإيديك إلى الخير؟ ها أنت أدرى بحالك. اوعى تنخدع بزوجتك ولا عيالك ولا جيرانك ولا أصحابك وهم شايفين المصحف في إيديك في رمضان ويقولوا لك ده أنت عنت تمام. اوعى تنخدع
بالناس اللي بيصلوا معاك التراويح في المسجد ويقولوا لك ما شاء الله وشك ابيض ومنور، اوعى تنخدع. فكل انسان على نفسه بصيره، ولو مدحه اهل الارض جميعا، انت اعلم بنفسك وادرى بحالك انت وصلت فين يوم 20 رمضان، وبقي 10 ايام من رمضان. يا ترى ايها الغريق، يا من انت غريق في بحر واسع، هتدرك نفسك وتنجو بنفسك قبل ان يفوت رمضان وتصبح من الفائزين، ولا حضرتك تصبح في اخر رمضان من الخاسرين؟ ارجوكم استغلوا بقية الأيام اللي جاية في رمضان في أي عمل خير. أرجوكم الله سبحانه وتعالى يجعل رمضان ليطهر ما حدث في السنة كلها، ويجعل العشر الأواخر من رمضان لتطهر ما حدث في رمضان وفي غير رمضان، ثم يجعل ليلة القدر لتطهر كل ما حدث في رمضان كله وفي غير رمضان. هينادى عليك من الفائزين ولا من الخاسرين؟ انت اللي هتختار. ولو فاتت الفرصة ديت انا مضمنهاش لنفسي وانت مش تضمنها لنفسك، انت ممكن بعد رمضان وقبل ما رمضان الثاني يأتي تصبح في دار البقاء، ممكن تكون مع الأموات وساعتها تندم حيث لا ينفع الندم. العشر الأواخر من رمضان هتبدأ، انت هتبدأ مع العشر الأواخر ولا ما زلت نائم؟ ما زلت بعيد؟ ما زلت في غفلة؟ ما زلت مصر على المعصية؟ ما زلت نفسك أقوى منك ومش قادر تلجمها وتحبسها على حاجة تقربها من الجنة وتبعدها عن النار؟ أرجوكم، أنا بأنادي كل واحد فيكم لأنه أخويا، وبنادي كل إنسانة تسمعنا الآن لأنها أختي، أرجوكم، أنا نفسي زي ما اتجمعنا هنا الآن يجمعنا الله في الجنة يوم القيامة. وده مش هيحصل يا إخواني إلا إذا اتجمعنا هنا على الخير. الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول ما أحد بأشد مجادلة من المؤمنين يجادلون ربهم يوم القيامة في إخوانهم، يقولون يا ربنا كانوا يصومون معنا، كانوا يصلون معنا، كانوا يزكون معنا، كانوا يفعلون الخير معنا، ونحن لا نرتاح إلا إذا جمعتنا معهم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا في الدنيا على طاعتك وفي الآخرة في جنتك. اللهم اجمعنا في الدنيا على طاعتك وفي الآخرة في جنتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اخرجنا من رمضان وقد كتبت أسماءنا في أسماء أصحاب النعيم وفي أسماء أصحاب الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتول جميع أمورنا وأصلح لنا حياتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها رياء لأحد إلا لك يا رب العالمين، واجمعنا مع الحبيب في جنات النعيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.